المركبات والاسترولات والاشياء دي، الاجرانات وكده، هي شيء سهل ولذيذ كده ان شاء الله. فالمحاضره اليوم محاضره سهله وطيبه باذن الله، وفقط هنتكلم عن الانتمي في البنكرياس في جزء خاص بالهستولوجي ان شاء الله بالنسبه للكسوكراين بارت والبنكرياس. بالنسبه للانتمي طبعا البوزيشن الفورم الداركنس بلاد سبلاي ريليشن شيب والبنكرياس، وده اهم شيء ليك كطبيب الموضوع الريليشنز والبنكرياس مهمه لك على اساس يعني بتدخل معاك في اشياء كثيره من الكلينيكال ابلكيشن. فلو بدانا بالبوزيشن It lies transversal across the posterior abdominal wall behind the peritoneum of this abscess. يعني أول معلومة تفوتها عن البنكرياس إنه هو موجود على ال posterior abdominal wall وإنه هو behind the peritoneum. نعرفين البروتونيوم ساك closed ساك، البروتونيوم closed ساك يا جماعة، زي السيروس بريكارديوم زي البلورا هو closed ساك. الاكل يبقى بعد المحاضره يعني ان شاء الله. ينفع واحد ياكل في المحاضره يعني؟ ده مجلس علمي. ينفع مجلس العلم تاكل؟ طيب كلوز دي ساك الفسره داخله فيه في هذا الكلوز دي ساك من الخارج. ما في فسره في الداخل. هو الكافيتي حقه فري كومبليتلي كلوز، في فتحه وحيده في الفيميلز في عشان الترين تيوب استثناء يعني نادر، لكن ما عدا ذلك هو كلوز ساك. الفسره داخله من الخارج، البروتينيوم عامل فولدز عليها وعامل كده، واحنا ان شاء الله في المحاضره في البروتينيوم هناخد الكلام ده بالتفصيل. فالمهم ان البنكرياس بهايند زيسا ورا البروتين، تمام؟ وبالتالي بيبقى ابلايد على البوستيريا ابدومينال وول. لما اقول بوستيريا ابدومينال وول معناها الاستراكشرز برضه اللي موجوده على البوستيريا ابدومينال وول، يعني الاورطه مثلا الليفت كدني الليفت سوبرارينال جلاند، الاشياء دي برضه يعتبر هي البنكرياس يعني ابلايد ناحيه وكده. البنكرياس يبقى كفرد بالبروتينيوم في الفرنت، يعني من ناحيه الامام البروتينيوم مغطي، لكن من ناحيه الخلف يعتبر ايه دايركتلي يعني دايركتلي ريليتد للبوستيريور ابدومينال. واضح يا شباب؟ ده اول معلومه تاخدها ان هو في الخلف، تمام؟ طيب يمتد هو طبعا من الديودنم في الرايت سايد الى الاسبرين في الليفت سايد، يبدا من عند الديودنم. هو موجود الهيد والبنكرياس موجوده في الكونكافيتي في الديودنم في الرايت سايد، ويمتد البنكرياس الى الليفت سايد الى مستوى الاسبرين. طيب مع ابورد انكلينيشن فروم رايت تو ذا ليفت، يعني من الرايت لليفت تلاقيه طالع الى ايه؟ الى الاعلى قليلا كده، الاعلى قليلا من الكونكافيتي اوف ديودينم الى الايه؟ الاسبرين. بنقسمه من باب الديسكريبشن يعني الى فور بارتس، الهيد النك البودي والتيل. دي ديسكريبشن يا اخوانا، يعني ما في شرط ديماركيشن، يعني دايما مثل هذه التقسيمات ما في حدود فاصله يعني قاطعه تقول لك دي نهايه الهيد وبدايه النك، تمام، ونقطه تفتيش وكده، لا. وانما هي مجرد بالوصف، يعني هي الكونستريكشن اللي بين الهيد وبين البودي بنسميه نك، وهذا يكفي البودي. الجزء اللي داخل في بين الرينا ليجامنت وداخل على الاسبرين هو اللي بنسميه التالي الجزء الاخير. اللور بارت ان الهيد في جزء بارز في بروسيس كده او بروجكشن بنسميها انسنيت بروسيس. انسنيت، وانسنيت معناها المعقوفه، المعقوف في الصليب المعقوف حق الالمان النازي مثني على نفسه كده، هذا فعشان كده سموها انسنيت بروسيس، يعني الجزء المعقوف. نعم؟ بمناسبة الديفلوبمنت يعني. طيب ريليشنز والبنكرياس، يبقى احنا كده هناخد ريليشنز لاربع بارتس من البنكرياس يا شباب.
انا قلنا احنا عندنا هيد، عندنا نيك، عندنا بودي، عندنا ديل. ناخذ جزء جزء، نعم، ولانسنت بروسيس ناخذها مع الهيد. فكل جزء من هذه الاجزاء الاربعه هناخذ الريليشنز حقها. الريليشن في الاساس الانتيريور ريليشن والبوستيريور ريليشن. طيب الهيد موجوده في الكونكافيتي اوف ذا ديل، خلاص موجوده في الكونكافيتي اوف ذا ديل. Anteriorly, directly related. لما قلت directly أقصد إيش؟ أقصد إن ما فيش بروتينين. There is no protein. Directly related, ما فيش بروتينين. وده يفرق معاك في الطب إن هو على أساس هي transmission infection والmalignancy والكلام ده كله. ترى ما فيش بروتينين وتبقى الفرصة متاحة للdirect spread للinfection وللtumors وكلام زي كده. طيب هو directly related في الفرنت الهيد. ليش؟ للترانسفيرس كله. اللور بارت من الهيد كفرت بالبروتينين. يبقى الجزء الاساسي من الهيد دايركت ريليتد للترانسفيرس كله، واللور بارت من الهيد يبقى مغطاه بالبروتينين حق الجلتر ساك. طبعا احنا هنعرف وقت الجلتر ساك والليسر ساك محاضره البروتينين، وبيبقى ريليتد للكويلز اوكسجين. يبقى هو اساسا الجزء الرئيسي من الهيد related للترانسفيرس كله دايركتلي وزاويه البروتينيه، واللور بارت من الهيد يبقى عليها البروتينيه حق الجريتر ساك وريليتد للكويلز اوف انتستين. عموما الكويلز اوف انتستين كلها كده كقاعده يعني كلها مغطيه بالبروتينيه لان ممسوكه بالميزنتر، كلها ممسوكه بالميزنتر فهي كفرت البروتينيه اساسا يعني. طيب بوستريورلي في الخلف بهايد ذا هيد في الانفيريور فينا فينا كافا تيرمينال بارتس من الرينال فينز. الرينال فينز هما بيفتحوا في الانفيريور فينا كاف، يعني بين الليفل اوف رينال فينز الليفت رينال والرايت رينال بيفتحوا في الانفيريور فينا كافا. هو هذا الجزء من الانفيريور فينا كافا هو اللي هو بهايند ذا هيد اوف بنكرياس. طيب الابر بارت من الباك اوف ذا هيد، الابر بارت بيبقى ديبلي جروفد باي ذا بايل داكت. البايل داكت جاي من ورا من ورا الفيرست بارت من الديودنم وعامله جروف في الهيد في البوستيريور سيرفيس اوف ذا هيد، وبعد شويه بتبقى امبيدد كومبليتلي داخل السبستنس اوف ذا هيد. يعني بتبقى عامله جروف وبعدين تروح داخله تماما داخل السبستنس اوف ذا هيد، تلتقي مع الميل بنكرياتيك داكت ويفتحوا مع بعض في اللي هي السكند بارت من الديودنم. طيب يبقى ده اللي هو البوستيريور ريليشن. بعد كده عندنا احنا الانسلين بروسيس يعتبر هي اللور اند ليفت بارت من الهيد، بنسميها الانسلين بروسيس. عرفنا معنى الانسلين بروسيس. فالانسلين بروسيس انتيريورلي تبقى ريليتد للسوبيريور ميزنتريك فيسلز الارتري والفين. ممكن فيسلز سوبيريور ميزنتريك فيسلز سوبيريور ميزنتريك ارتري وفين. هتقول طب والهيد؟ لا، الانسلين بروسيس فقط، لان انت هتشوف الصوره دي الان هتعرف ان ايه السوبير ميزنتريك ارتري، تمام، وهو طالع من الايه من الاورطه، والسوبير ميزنتريك فين طبعا بيتحد مع الاسبرينك ويعملوا البورتال بهايند ذا هيد بهايند ذا نيك، خلاص. فهم طالعين لتحت نازلين في الميزنتري في الروتر ميزنتري بيعدوا ان فرانت اوف انسينيت بروسيس. بهايند ذا انسينيت بروسيس هي موجوده هي الابدومينال اورطه، لان كده طب لو قلنا لو قلت على الليفت سايد من الانفيريور فينا كافا، اذا كان الهيد البوستيريور ريليشن ليه الانفيريور فينا كافا، يبقى انت لما يبقى عندك تمشي على الليفت شويه هيبقى البوستيريور ريليشن ليك الاورطه الانفيريور فينا كافا بعديها الاورطه. الصور طبعا هي الاساس في مثل هذه الامور. ادي الهيد تمام موجود في الكونكافيتي اوف ذا ديودينم. ادي الترانسفيرس كولون هنا دايركت ريليتد للهيد. اللور بارت من الهيد فيها الانسينيت بروسيس وتبقى كفرد بالبروتينيوم والجريتر ساك وريليتد للكويلز في سمول انتستين، ودي الانسينيت بروسيس. دول اللي هم السوبيريور ميزنتريك فيسلز السوبيريور ميزنتريك فيسلز. طيب شايفين هنا الصوره برضو مره اخرى، ده السوبيريور ميزنتريك فين ودي الانسينيت بروسيس، وده السوبير ميزنتريك ارتر المقطوع اللي انتوا واخدين بالكم. بعين سهيد شوف موجود ايه؟ نفيرو بينا كافا. طيب وهنا الاوز على الليفت سايد يعتبر هو البوستيريور ريليشن للانسينيت بروسيس،
بينما الانفيرو بين كافة هو البوستيريو ريليشن للهيد. طيب النك هي الكونستريكشن اللي هو بين الهيد وبين الجزء الضيق سمنا نك. هذا النك انتيريورلي كفرد بالبروتينيوم ليست ساك. يعني احنا كده ايه الستومك ليست ساك دي عباره عن جيب من البروتينيوم بيهايند ذا ستومك بيغطي الستومك. تو ليرز طبعا فيهم لير الانتيريور لير بتغطي الباك اوف ذا ستومك والبوستيريور لير بتغطي الاستراكشرز اللي على البوستيريور ابدومينال بما فيها البنكرياس. تمام يعني جيب ريسيس او ساك جزء من البروتينيوم بيروح داخل بعين سيستم. التو لير دول منهم لير بتغطي الباك اوف ستومك واللير الثانيه بتغطي الفرنت اوف ستومك بيت. نعتبر السكشن اللي ورا ستومك بنسميه ستومك بيت. يبقى لير بتغطي الفرنت ليها واللير الثانيه بتغطي الباك. الكيس ده او الجيب مفتوح ناحيه الرايت ناحيه الليفت مقفول. جيب الجيب يبقى ليه فتحه في ناحيه واحده صح ولا لا؟ صح. الناحيه الثانيه مقفول. هذا الجيب داخل ورا الاستومك جيب زي الجيب اللي موجود عندك في التوبه او في البنطلون او كده. خلاص الجيب داخل كده. الجيب ده تو لير. لير منهم اللي في الامام في الباك اوف الاستومك مغطيه الباك اوف الاستومك واللي في الباك البوستيريور لير مغطيه اللي هي الاستومك بيت الاستراكشرز اوف الاستومك بيت هنعرفها بالتفصيل بقى. خلاص؟ وهذا الجيب ليه اوبننج ناحيه الرايت اللي احنا بنسميها ايبي بلوك فورم ايبي بلوك فورمين وايبي بلوك وايبي بلون والحاجات دي كلها معناها بريتونيوم ايبي بلوك فورم. تمام ناحيه اللي هي ناحيه الرايت. هنفضل في محاضره كامله عن البروتونيوم ان شاء الله ناخد الكلام ده بالتفصيل. نعم اسم الجيب ايبي بلوك فورم. الجيب ليسر ساك. طب ليسر ساك هو الاسم لا 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 الومنتم ده فولد. الومنتم فولد من البروتونيوم لكن ده كافيتي سبيس. ليسر ساك سبيس. ليسر ساك يا جماعه سبيس من البروتونيوم بينما ليسر اومنتم ده فولد. فولد من البروتونيوم اللي هي بين الليفر وبين الاستوم. طيب يبقى نيك في الفرنت كفرت بالبروتينيوم في السكن دخلنا لورا شويه ورا الاستومك. تمام وبتبقى ريليتد للفيرولس اوف زي الفيرولس والفيرست 2 سنتيمتر من الديودرن اول 2 سنتيمتر من الديودرن فيرست بار والفيرولس بتبقى ريليتد للنيك والبنكرياس. تمام وبرضه كلوزلي ريليتد ناحيه الليفت شويه كده للجاستر ديدن الارتر. الجاستر ديدن الارتر بيبقى نازل ان فرنت اوف ذا نيك اوف بنكرياس. جسر الديدن الارتر اصلا برانش من الهيبات وبينزل ورا الفيرست بارت من الديدن وبعد كده ينقسم قسمين. ينقسم قسمين الرايت جسر البلوك والسوبيريور بنكرياتيك ديدن بيدي تو برانشز. انت خدت بلاد سبلاي في ذا كات؟ لا بس اخذنا فكره كده. طيب هعطيها لكم انا مع الاورطه ان شاء الله بالتفصيل ان شاء الله. طيب البوستيريور اللي بعين زينك ايش موجود بعين زينك؟ اللي موجود الجنكشن اللي بين السوبيريو بزنتريك الاوريجين اوف بورتال فين باختصار ورا النك اوف بنكرياس. احنا جينا نتكلم على البورتال فين يا جماعه قلنا ان هو الاوريجين حقه فورميشن بعين زينك اوف بنكرياس. نقطة التقاء السوبيريو بزنتريك فين مع السبلينك فين. نقطة الالتقاء دي بيعملوا البورتال فين بعين زينك اوف بنكرياس. هذه شايف هذه النيكو بنكرياس هذه نقطة التقاء السوبير بزنتريك فين اهو وده السبلينك فين جاي من السبلين التقوا مع بعض ويعملوا البورتال فين. طيب الفرنت هنا بنلاقي البيلورس والفيرست 2 سنتيمتر من الديودين هذا واضح كده يا شباب؟ طيب هنا بنبين احنا ايه الاستراكشرز اللي في الخلف عشان ايه انا عايز يعني مثل هذه الصور تحفظوها كده بحس انت لو طلب منك ترسمها ارسمها يعني انت تبقى عارف ايش مكان البنكرياس مكان الديودينام
لو انت طلعت كده ايش اللي هتلاقي، ايش اللي في الامام، ايش اللي في الخلف. يعني عندنا احنا صوره دايما زي دي، صوره زي كده، انا عايزك دي تبقى في ذهنك، لا تحتاج انك يعني تطالع فيها عشان خاطر تبقى فاهمها، تبقى في دماغك عارف ده هنا جزء اللي هو البوستيرور ابدومينال. احنا كده شلنا البروتينيات، شلنا الليفر، شلنا الاستومك، شلنا الترانسفيرس كله، معدي كده شلنا. فده المنظر انت تشوفه كطبيب لو انت شلت الاستومك وشلت الليفر وشلت الترانسفيرس كله، هتلاقي هذا الديودينم في الاستبارت والسكند والثيرد والفورث، وهنا الهيد البنكرياس والنك، وهنا البودي البنكرياس والتيل، السبلين والليفت كيدني والليفت سوبرالينا، وهنا الاورطة والفيرمينا كافا، وده البورتال فين والسوبيريوم ازنتريك فيسلز، تمام، السورس ميجور، وهنا اليوريترز، السندك كولون والديسندك ورايت كوليك فليكشر والليفت كوليك فليكشر. هذا المنظر المفروض ينطبع في ذهنك كطبيب. هو الاناتومي يا جماعه هو هذه الصوره وهذا التخيل وهذه الرسومات. ليس الاناتومي كلام تحفظه، ما هوش كلام تحفظه كده تمسك صفحه ترتبها كده وتحفظها، وانما انت بتطبق هذا الكلام على الصوره وعلى المسرح وعلى النموذج اذا كان في نموذج بلاستيك او على الالستريتد موديل وكده. انت بتتخيل هذا الاستراكشر كيف مكانه موجود في الجسم، ايش اللي جنبيه، ايش اللي امامه، ايش اللي خلفه، بدايته وين، نهايته وين، هكذا. هذا هو الاناتومي. طيب، فصوره زي كده بتوضح لك ايش اللي ورا البنكرياس. هذا عندنا الفيروفينا كافا، وده ايه الاورطه، وده البورتال فين، مكان الايه الفورميشن البورتال فين، ده السبلينيك فين، وده السوبيريو ميزنتريك باي ذا ريكو بنكرياس. ده السوبيريو ميزنتريك ارتري، شوف طالع من الاورطه بيعدي ورا النك، بس انفرانتو فيش فانسينيت بروسيس، يعتبر انتيريور ريليشن للانسينيت بروسيس، بينما هو يعتبر باهين ذا بودي، يعتبر ان الحته دي هي اللي هيك، يبقى هو هنا باهين ذا بودي البنكرياس. طيب هنا ده الهيد، ده جاستر ديودينال ارتري اللي احنا قلنا عليه نازل ورا الفيرست بارت اوف ديودينال، بينقسم الى تو برانشز، سوبيريو بنكرياتيك ديودينال ورايت جاستر بلو، خدناه مع البلاس اوف لايفز ستومك. رايت جاستر بلو، تمام؟ طيب يبقى احنا عرفنا النك انتيريور كفر بالبروتينيوم مسلسل ريتد بيروس وللفيرست 2 سنتيمتر من الديودينم وريليتد برضه من ناحيه الليفت شويه يعني الجاستر ديودينال ارتري، وفي الخلف هنلاقي نقطه التقاء السوبير بزنتر والبرين بيز عشان يعملوا البورتال. طيب البادي بانكرياس، البادي ما يبقى فيها انتيريور ريليشن وبوستيريور ريليشن كده رفل يعني، وانما البودي يا جماعه في الكات سكشن بنلاقيه تريانجولار. البودي البنكرياس لو خدنا فيه كات سكشن ترانسفيرس سكشن كده في البودي البنكرياس هيبقى تريانجولار، ولما يبقى تريانجولار معناه ان انا معايا 3 سيرفيسز و 3 بوردرز، صح ولا لا؟ طيب يعني عندي 3 سيرفيسز، انتيريور سيرفيس وانفيريور سيرفيس بينهم وبين بعض في زاوية anterior وده inferior و posterior في الخلف three surfaces. لأن بشكل مثلث anterior surface و inferior و posterior three surfaces. borders هيبقى في superior border، في anterior border وفي inferior border. واضح يا شباب؟ واضح surfaces و borders. طيب كل واحد من الستة دول هنشوف ايش الاهم شيء ريليتد ليه، الانتيريور سيرفيس اوف ذا بنكرياس، الانفيريور، البوستيريور، السوبيريور بوردر، الانتيريور بوردر، الانفيريور بوردر. لو انت فاهم الصورة اللي فاتت دي هترتاح جدا في الموضوع، ما هيكون عندك مشكلة كبيرة، خلاص. وانما انت بالاضافة للصور اللي انا قلت لك تحفظها وتخليها في ذهنك، تمام، هضيف بعض المعلومات البسيطة عشان تفهم الريليشن اوف زي بودي بروتين. الانتيريور سيرفيس كفرد بالبروتينيوم اوف ليسال ساك وجزء من الاستومك بيت، خلص الموضوع. يعني هو كده البروتينيوم اوف ليسال ساك، البوستيريور لير، الجيب اللي ورا الاستومك.
مغطى ظهر الاستومك ومغطي الفرنت وفي البنكرياس، وهو البنكرياس جزء من الاستومك بيت اللي خدام على الاستومك، البوستيريور ريليشن اوف ذا استومك، كل البوستيريور ريليشن اوف ذا استومك بنسميها استومك بيت، يعني السرير اللي نايم عليه الاستومك. الاستومك مايله ما هيش واقفه كده، وانما هي مايله انتر سوبيريور سيرفيس وبوستر انفيريور سيرفيس. فبوستر انفيريور سيرفيس ريليتد لعدد من الاستراكشر بنسميها استومك بيت. بين الاستومك وبين هذه الاستراكشرز داخل الليسر ساك، داخل الجيب من البروتينيوم ده اللي اسمه ليسر ساك. ليسر ساك ده كافيتي غير الليسر اومنتوم. الليسر اومنتوم ده فولد، فولد من البروتينيوم. طيب الليسر ساك تو ليرز، لير مغطيه هي الفرنت، الانتيريور لير مغطيه الباك اوف الاستومك، والبوستيريور لير مغطيه الفرنت في هذه الاستراكشر. منها الانتيريور سيرفيس اوف بنكرياس، انتيريور سيرفيس اوف بنكرياس كفر بالبروتينيوم وفي الليسر ساك ويعمل جزء من الاستومك ده. خلاص خلص الموضوع. طب بقينا عند الانفيريور سيرفيس. الانتيريور بورتر على فكره يا جماعه ماسك فيه، ماسك فيه البوستيريور لير من الجريتر اومنتم والميزوكولو، يعني زي فولد من البروتينيوم حق الجريتر اومنتم في الاستومك ماسك في الانتيريور بوردر في البنكرياس. وبالتالي هذا المومنتم والميزوكولون بيفصلوا الانتيريور سيرفيس والبنكرياس عن الانفيريور سيرفيس. يعني الانفيريور سيرفيس هيبقى ايه؟ ما هوش جزء من الاستومك بيد، هيبقى تحت. تحت وهيبقى ريليتد ليش؟ كفر ذا بروتينيوم اوف جريتر ساك، هنا مش لسه ساك، يعني لسه ساك فوق. ولكن هنا في فولد جاي من البروتينيوم فكده بين تبع الجريتر ساك. هيبقى ريليتد للديودينوجيجنال فليكشن اللي هي الجنكشن اللي بين نهايه الديودينم وبدايه الديودينم، وبعدين كويلز اوف ديودينم، وبعدين الليفت كوليك فليكشن. بالترتيب كده هو طبعا طويل الانفيريور سيرفيس اوف ذا بنكرياس، الانفيريور سيرفيس اوف ذا بودي. فبيبدا بالديودينوجيجنال فليكشن اللي هي نهايه الديودينم وبدايه الديودينم، عامله فليكشن كده. بعديها كويلز، كويلز اوف سمول انتستين، طبعا الجزء اللي فوق ده بيبقى ديجنم اساسا، كويلز اوف ديجنم. بعد كده الليفت كوليك فليكشن، ثلاث اشياء مرتبين من الرايت للليفت، تمام؟ الديودن ديجنال فليكشن والكويلز اوف ديجنم والليفت كوليك فليكشن. الثلاثه دول ريليتد للانفيري سيرفيس تحت الاستومك، الانفيري سيرفيس اوف ذا بنكرياس. هو كفرت بالبروتينيوم، تمام؟ وبالتالي ما هوش دايركت ريليتد لهذه الاشياء. طيب ده اللي هو ايه؟ الانتيريور سيرفيس اوف ذا بودي. انا الانفيريور سيرفيس اتكلمنا عنه. البوستيريور سيرفيس احنا نتخيل الباك، البوستيريور ابدومينال وورد. هلاقي ايش؟ من اول الرايت كده عندنا ابدومينال اورطه والاوريجن اوف سوبير ميزنتر كارتري، سوبير ميزنتر كارتري جبال نمبر 1 ليفل اوف نمبر 1 الاوريجن اوف سوبر ميزنت كارتر، ليفت كراس اوف دايفرام، ليفت سوبر ارينا، ليفت كدني. سهلين دول؟ الصوره هذه الصوره. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. اتفضل. الطلاب اصلا اساميهم عشوائيات، ما حدش جاي. غايبين اصلا ما جوش. تيجي اهو عشان اقول لك انت ما تحرمش، انا كنت المدرج اهو ما فيش حد، عشان لما يتحرموا ما حدش كده فرحان جدا بعد المحاضره اللي انا قاعد عليها عشان موضوع الدكتور سر واحده ماشي. طيب ادي الصوره زي ما انتم شايفين يا شباب، هنا البودي اوف البنكرياس، تمام؟ لو احنا بدانا من الرايت للليفت عندنا الاورطه، تمام؟ هنا مكان الاوريجن سوبيريو ميزنتريك ارتري عند الليفل اوف نمبر 1. لو مشينا شويه كده عندنا ليفت كراس اوف ديافرام، شويه ثانيه عندنا ليفت كدني وليفت سوبرانيوم. كده واضح؟ دي البوستيريور ريليشنز اوف بنكرياس. سوبيريور ميزنتريك هو ماشي مع الاورطه؟ طالع من الاورطه من الليفل اوف نمبر 1 في الفرنت اوف الانتيريور. طيب يبقى دول الثري سيرفيسز، انتيريور سيرفيس دي ستومك بيت كفر ذا بروتينيوم ليسر ساك، تحت ذا بروتينيوم حق الجريتر ساك جينا كده من تحت، وريليتد هي لثلاث اشياء
ديودينو كولك فريكشر ديودينو جيجنال فريكشر وبعدين ايش الكويلز وفي جيجنال وبعدين الليفت كولك فريكشر خلاص. والباك عندنا ورطة وعندنا ليفت كراس اوف ديفرام وعندنا ليفت كيدني ليفت سوبرال يعني كل الحكاية احنا عاملين نشرح في الصورة وفي في في المنظر اللي هو موجود بهايند ذا ستومك. طيب البورتز سوبر البورتز بيبقى ريليتد للسبلينيك ارتري حتة مهمة جدا وتفضل حافظها مش هتنساها طول عمرك. السبلينيك ارتري برانش من السيلك ترانك من الورطة ورايح على السبلين وهو ماشي كده ما يمشي في الهواء يعني لقى البنكرياس كده ممتد وواصل لحد الاسبرين فحراكب فوق السيس اللي هي السوبيريور بوردر البنكرياس ماشي على السوبيريور بوردر البنكرياس لحد ما دخل معاه على الاسبرين والبنكرياس بيدخل الاسبرين او بيدخل تيلو البنكرياس بيدخل في فولت من البروتينين بين الاسبرين وبين الليفت كيدني اسمه لاينورينر ليجامنت لاينورينر ليجامنت فولت من البروتينين بيدخل في داخلها تيلو البنكرياس ومعاه الاسبرينيك ارت تمام. يبقى ايه السوبيريور بوردر اوف البنكرياس ريليتد للسبلينيك ارت البنكرياس اللي ماشي وداخل مع البنكرياس الى السبلين تمام. طيب ادي السوبيريور بوردر الانتيريور بوردر طبعا هو اللي عطى اتاتشمنت للبروتينيوم البروتينيوم اللي هو حق الكريتر رومنتم ماسك فيه ومكمل والبروتينيوم حق اللي هي برضه الميزوكول الميزوكول برضه اتاتش في نفس المكان الانتيريور بوردر اوف البنكرياس عطى اتاتشمنت للبوستيريور تو لايرز من الجريتر رومنتم وللميزوكول ميزوكول ده فولد من البروتينين اللي ماسك الترانسفيرس كول. طيب الانفير بوردر ما في كلام معاه يعني الانفير بوردر هو بيفصل ما بين الانفير سيرفيس وما بين البوستيريور سيرفيس وطبعا هيبقى ريليتد للكويلز في الديستال ما له علاقه ما في شيء مخصوص يعني بس اهم نقطه هنا موضوع السوبيريور بوردر والريليشن حقه الى السبلينيك ارت السوبيريور بوردر البنكرياس والسبلينيك ارت هذه نقطه مهمه تبقى واخد بالك منها. قلت هي التيل بس انه مو مكتوب التيل يا جماعه بيدخل في اللاين ورينا ليجمنت يعني فول احنا كده ورا الاسرساك فولد من البروتينيوم الاسبلين برضو يعتبر ترينجل في الكات سكشن لو احنا خدنا في كات سكشن في فولد ماسكاه مع الاستومك اللي هي جاسترو اسبلينيك ليجامنت وفولد ماسكاه مع الليفت كيدني بنسميها لاينو رينال لاينو يعني اسبلين لاينو رينال ليجامنت تمام دي فولد من البروتينيوم انا قلت لكم الفولد من البروتينيوم ممكن تسميه اومنتم ممكن تسميه ليجامنت ممكن يعني بيبقى لهم مسميات ميزنتري ميزوكولون حسب المكان ليه مسميات مختلفه بس كلها دي فولدز من البروتينين دايما البلط فيسلز والليمفاتكس والنيرفز وكلها دي داخله بين الفولدز بين التو ليرز من الفولد بتدخل للاورجان من خلال داخل الفولد نفسه لان السبيس الكافيتي حق البروتينين ما في شيء بيعدي فيه لان كروس دي ساك ما هو مغلق وانما اللي هي البلاد سبلاي والنيرف سبلاي والليمفاتكس وغير ذلك بتدخل في الفولدز من البروتينين يعني الفولدز هي التي تحتوي على الفيسيلز وعلى الليمفاتكس وعلى النيرفز وغير ذلك تمام. فهنا التيل والبنكرياس احنا كده ورا الليسر ساك بنروح داخل في هذا الفولد اللي هو ما بين الليفت كيدني وبين الاسبلين ويروح داخل يعمل تاتش دايركت كونتاكت مع الاسبلين عند الهايلم اوف الاسبلين بيبقى في مكان امبريشن اسمها بنكرياتيك امبريشن في الاسبلين وبالتالي وانت دكتور جراح ان شاء الله وعمليه الاسبلينكتومي دي عمليه منتشره وكثيره ودايما هي بيحتاج يتشال الاسبلين بتاخد بالك جدا جدا من النقطه دي ان انت عندك دايركت كونتاكت مع التيلو بنكرياس. معنى ذلك ايش يا شباب؟ ان لو المشرط لطش التيلو بنكرياس ايش اللي يحصل؟ البنكرياتيك جوز هتخر من هذا المكان صح ولا لا؟ البنكرياتيك جوز دي هضمها لما تنزل على البروتينيوم وعلى الفسره هتهضمها
هي داخل داخل الانتستين تمام، في حمايه ووقايه ربانيه ان هي ما تهدم الانتستين، انما تهدم الاكل اللي انت بتاكله تمام. وكان طبعا هو اهم في الاميليز انزيم وكده بيشتغل على البروتينز وعلى اللي انت بتاكله، لكن ما يهدم الايه الولو في انتستين. لكن لو نزل بره يعمل مشكله، هيعمل بيرتونايتس ويعمل مشكله كبيره جدا. تبقى انت ايه حليت مشكله بس فتحت مشكله اكبر تمام. فتبقى واخد بالك ان في دايركت كونتاكت بين التيرو بنكرياس مع الاسبرين. طب داخل كيف البنكرياس؟ داخل من خلال الانرينال ليجمنت، وهو داخل معاه الاسبرين كارتر، ومعاه برضه الاسبرين كبير ماشي وراه، جاي من الاسبرين وماشي ورا البنكرياس. طب احنا ما شلناش النقطه دي من الاسبرين كبير، تلاقي ادي الاسبرين كارتر اهو داخل على الاسبرين، بين الاسبرين والليفت كدني في فولدر البروتين داخل فيها كده. الاسبرينك فين ماشي بهايند ذا بنكرياس، يعني الاسبرينك ارتري فوق البنكرياس على السوبر بورد زي ما انتم شايفين كده، طالع من السيليك ترانك وماشي تورشس كورس على السوبر بورد او البنكرياس وداخل على الاسبرين. الاسبرينك فين جاي من الاسبرين بس ماشي ورا البنكرياس بهايند ذا بنكرياس لحد ما يتحد مع ايه السوبر بزنتر ويعمل البورتال فين. الاسبرين فين تبع البورتال، تبع البورتال سيستم. طيب هذا الكلام اللي على التيرو بنكرياس. طيب هذه هي الريليشنز، يعني تقريبا اهم نقطه تاخد بالك منها، وهذه النقطه هي نقطه صور وتخيلات ورسومات ومشرحه وكده، وانت تفهمها 100% تبقى عارف شكل البنكرياس، عارف مكانه، عارف ايش الاشياء اللي وراه بالترتيب من الرايت للليفت، ايش اللي ايه ايش اللي موجود امامه. لو انت يعني استوعبت الصوره دي كده هذا يكفيك جدا ان انت تجاوب على كل الاسئله اللي لها علاقه بالموضوع ده اجابه 100% ان شاء الله. طيب البنكرياتيك ضغط عندنا تو بنكرياتيك ضغط، في مين بنكرياتيك ضغط تبدا من اول التيل وماشيه في البودي. طبعا الدكتس هنا خاصه بايش؟ بالاكسكراين بار البنكرياس. الاندكراين ما له دكتس على الهرمونز اللي فيه اللي هي الايلس والانجلهانز بتفرز هرمونز دايركتلي هنا البلاد ستريم. لكن هي الدكتس هنا خاصه بايه؟ بالانزيمز. الاكسكراين بار من البنكرياس. فالليمبكرات الدكت ماشيه على اللونج اكسس البنكرياس فروم تيل تو ذا هيد، تبدا من التيل لحد توصل الهيد. عند الهيد الضغط هتبقى يعني كمز ان كونتاكت مع البايل دكت. البايل دكت جاي من الليفر ماشيه في الفري مارجن اوف ليزر اومنتم، ماشيه ورا الفيرست بارت من الديودنم، عامله جروف في البوستيريو سيرفيس اوف ذا هيد امبيدد داخل السبستنس اوف ذا هيد والبنكرياس، تلتقي مع المين بنكرياتيك دكت. هما الاثنين يلتقوا مع بعض يروحوا يفتحوا في السكند بارت من الديودنم. وانهي جزء سكند بارت بوستر ميديال اسبكت، بوستر ميديال اسبكت اوف سكند بارت اوف ديدن، بوستر ميديال اسبكت في السكند بارت من الديدن تمام. هو اللي يفتحوا هيروح عاملين انتفاخ داخل الوول اوف ديدن، هذا الانتفاخ بنسميه هباتو بنكرياتيك امبولا او امبولا اوف فيتر. فيتر ده ايه؟ اسم شخص خلاص. يبقى احنا ايه عاملين تخلين الوول والبنكرياس، عاملين جزء منتفخ، هذا الجزء المنتفخ بنسميه هيباتو بنكرياتيك امبولا او امبولا اوف فيتر. هذه الامبولا لو انت بصيت عليها من داخل الديودينم هتلاقي عامله اليفيشن، عامله زي حلمه كده. فحلمه يعني ايه؟ بابيلا، سمي حلمه بابيلا، فدي هنسميها ميجو ديودينم بابيلا. هذا الاليفيشن اللي بتفتح فيه هذه الامبولا بنسميه ميجور ديودينال بيبل. واضح؟ طيب عندنا اذر بنكرياتيك دكت بنسميها اكسسوري بنكرياتيك دكت، دي بتبدا من تحت من الانسينيت بروسيس من اللور بارت من الهيد وتمشي ان فرونت اوف مين بنكرياتيك دكت وتفتح فوق المين بنكرياتيك دكت بحوالي 1 انش، يعني المسافه بينه حوالي 1 انش دي تفتح فوق، وبتروح برضه عامله بابيلا صغيره على قد حالها كده بنسميها ماينور ديودينال بابل. ماينور ديودينال بابل
هذه المنظر، دي المين بنكرياس الضغط جاية من التيلو بنكرياس ماشية في البودي، وهنا في الهيد بتلتقي مع الباير ضغط جاية من ورا الفيرست بارت من الجدنة، يلتقوا مع بعض يعملوا دايلاتيشن في هذه المنطقة بتسميه بات بنكرياتيك أمبولا أو أمبولا أو فيتا، وبعدين هذا الدايلاتيشن انتهى بابيلا بروس كده زي الحلبة بنسميه ميجور جدنة بابيلا، بيفتح في المين بنكرياتيك ضغط مع الباير ضغط. تمام؟ الاكسسوري بنكرياتيك ضغط بتبدا من الانسولين بروسيس وتمشي انفرانت اوف مين بنكرياتيك ضغط وتفتح برضه في السكند بار من الديودينال حوالي 1 انش يعني حوالي 2.5 سم اباف ذا ميجور ديودينال بابيلا، برضه تعمل بابيلا صغيره بنسميها ماينور ديودينال بابيلا. واضح يا شباب؟ دول اللي هم ايه طبعا ده هذا هو الوضع اللي هو يعتبر كومن يا جماعه، لكن ممكن تلاقي فيه فاريشنز يعني وانت بتمارس المهنه الطبيه. تمام، قد تجد امامك فاريشنز في هذا الموضوع، ممكن تلاقي الاكسسوار بنكرياتيك ضغط هي اللي فاتحه هنا وتلاقي المينو كده فاتحه لوحديها يعني كده، في قدر من الفاريشنز موجود، فهذا امر تتوقعه، لكن الكلام اللي بيشرحه ده هو الكومن، هو الكومن الموجود في معظم الناس. تمام، يعني انت لو لقيت اي اختلافات ما يبقاش انت ايه ما يبقاش باثولوجيكال، انما ممكن يكون من ضمن الفاريشنز اللي هي نوت باثولوجيكال تبقى فيسيولوجيكال. طيب لو جينا للبلاد سبلاي والبنكرياس، طبعا ماشي فوقيه الاسبرين كارت صح ولا لا؟ هو يشحت بلاد من بره يعني ولا ياخد الاسبرين كارت؟ الاسبرين كارت اللي بيدي بنكرياتيك برانش، بيدي بنكرياتيك برانش للبنكرياس، لكن الهيد ماشي موجوده في الكونكافيتي اوف ذا ديودنم. الكونكافيتي اوف ذا ديودنم في تو ارتريز ماشيين فيه، الجاسترو ارتري تبع الفور جات جاي من السيلك ترانك الوالي، سوبيريور بنكرياتيك ديودنم اللي جاي من الجاسترو ديودنم اللي جاي من الهيباتيك اللي جاي من السيلك ترانك، لان احنا عندنا الابر هاف من الديودنم ده تبع الفور جات، واللي هو اللور بارت تبع ايه؟ الميدجات. وبعدين ارتري تاني من تبع الميدجات، ايش الارتري اللي سبلاي في الميدجات؟ السوبيريور ميزنتريك. تمام، عندي برانش طالع من السوبيريور ميزنتريك اللي هو انفيريور بنكرياتيكو ديودنال ارتري، انفيريور بنكرياتيكو ديودنال وسوبيريور بنكرياتيكو ديودنال هما الاثنين ماشيين في الكونكافيتي اوف ديودنال وبيعملوا انستموزس مع بعض. طبعا هما بيغذوا الديودنال اساسا لكن برضه بيغذوا الهيد والبنكرياس، يبقى ده المصدر الثاني من البلاد سبلاي للبنكرياس، سوبيري بنكرياتيك ديودنال اللي هو جاي من جسر ديودنال. تمام، وده تبع الارتيريا سبلاي اوف فور جات، واللي فيه بنكرياتيك ديودنال اللي جاي من السوبيري ميزنتريك اللي هو تبع اللي هي الميد جات. خلاص، يبقى كده عندنا ايه 3 تايبز من الارتيريا سبلاي، بس اهم شيء فيهم اللي هو ايه بنكرياتيك برانشز اللي جاي من السوبيري كارت. في ناس برينش كورسبوندنج للارتر يعني هبقى مثلا في بنكرياتيك تريبيوتريز للسبرينك فين. تمام، سوبيريو بنكرياتيك وديودنال فين وانفير بنكرياتيك وديودنال فين خدناهم تبع البورتال سيستم، خدناهم مع البورتال سيستم، يعني السوبيريو بيفتح دايركتري في البورتال والبورتال فين شخصيا، والانفير بيفتح في السوبيريو ميزنتريك فين، يعني سبق ان احنا اتكلمنا عنهم مع البورتال سيركويشن. طيب ادي الفينس درينج وادي الصوره، ادي هنا الفينس ارتري ماشي اهو فوق السوبيريور بوردر البنكرياس وبيدي بنكرياتيك برانشز يغذي البنكرياس، وادي عندنا الاثنين ارتز عاملين استبوس مع بعض، يعني حتى هنا في الصوره مخليهم ايه سيبهم متحدين مع بعض. السوبيريور بنكرياتيك وديودنال اللي جاي من جاستر ديودنال اللي جاي من الهيباتيك. تمام، وده الانفير البنكرياتيك ديودنال اللي جاي من السوبيريور ميزنتريك، وهما الاثنين بيلتقوا مع بعض ويعملوا انستموزس، وزي ما بيغذوا الديودنال بيغذوا برضه الهيد والبنكرياس. واضح يا شباب بلاد سبلاي؟ طيب الليمفاتيك درينج للبنكرياس، جريتر بارت من البنكرياس بيروح للبنكرياتيك سبلينيك ليمفنود، بنكرياتيك سبلينيك ليمفنود بتبقى ريليتد للبنكرياتيك فيزيز. تمام، وموجودة في الرينو رينال ليجامنت، دي يعتبر المين لمفاتيك درينج
من البنكرياس. في بعض الفيسلز من الهيد والبنكرياس بتروح للسيميلوميزنتريك لينفنوز وللبايلوريك لينفنوز. بايلوريك خدناها احنا مع الاستومات استلمناها. بعض الفيسلز اللي جايه من الهيد، لكن معظم البنكرياس بيبقى ايه عامل درينج على البنكرياس والسيميلوميزنتريك لينفنوز. البنكرياس والسيميلوميزنتريك لينفنوز دي لينفنوز صغيره موجوده ريليتد للسبلينك فيسلز، ماشيه مع السبلينك ارتري مع السبلينك فين، موجوده في اللين رينا ليجمنت اللي هي الفضه من البروتينيوم اللي بين الليفت كدني وبين السبلين. سيرفيس اناتومي اوف بنكرياس. الهيد موجوده في الكونكاف دي وديدم. طب ايش السيرفيس اناتومي اوف ديدم؟ هناخد السمول انتست. الديودينم يا جماعه هو عامل سي شيب ما بين نمبر 1 الى نمبر 3. من نمبر 1 الى نمبر 3 سي شيبد كده في الليفل فيرست بارت بقى نمبر 1 تراس بيلور البلين. فاكرين تراس بيلور البلين نمبر 1 وماشي في البيلورس وماشي قبل الفيرست بارت من الديدرا الثيرد بارت من الديدرا قبل الليفل وفي نمبر 3 والسكند طبعا بينهم. يبقى عندي سي شيبد الديدرا ما بين ايه ما بين نمبر 1 ونمبر 3 او يعني هي تعتبر تحت التراسب البلينيا. طيب البنكرياس الهيد بتبدا في هذا الكونكافيتي وبعدين بيمشي تو ذا ليفت ويز ابورد انكلينيشن يعني بيمين يرتفع لاعلى لحد ما يوصل الى الاسبلين. طيب ماشي بيعدي طبعا الميد بلين لانه طبعا ناحيه الرايت بيعدي ناحيه الميد بلين. طيب يبقى كورسبوندنج ايش الاور تو سيرف من الاريا بين السب كوستال والترانسبيلير برين. احنا عارفين الترانسبيلير برين يا شباب اعلى من السب كوستال برين. السب كوستال اللي احنا قسمنا التسع مناطق بناء عليه فاكرينه اللي هو واخد الوسط انفيرير بوينت من الكوستال مارج. بعمل انا ايه السب كوستال؟ السب كوستال ممكن تحطه جبال نمبر 3 خلاص ترانسبيلير جبال نمبر 1. يعني انت لو خدت شريط كده مش عارف في صوره هنا ولا مفيش. لو خدت انت شريط ما بين السب كوستال بلين والترانسبيلوري بلين شريط هذا الشريط هو السيرفيس اناتومي اوف بنكرياس. هذا البنكرياس بيعمل يعني هو بيبقى موجود في الابر تو سيرد من هذا السبيس. السبيس اللي بين الترانسبيلوري فوق والسب كوستال تحت السبيس اللي بينهم الابر تو سيرد من هذا السبيس بيبقى كوبايند بالبنكرياس. ماشي يا جماعه؟ طيب هذا هو السيرفيس اناتومي للبنكرياس وهذا كل الكلام اللي هو يخص الاناتومي والبنكرياس. لا يبقى معاكم الا الاصيناي ودي الهيستولوجي والبنكرياس ان شاء الله.